السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسب مجموع الكسور التالية: 1/2 أو النصف، زائد 5/4 أو 5/4، زائد 19/8 أو 19 ثمنا. إذا لابد من توحيد المقامات. إذا أخذنا مضاعفات 2 و4 و8، سنجد أن المضاعف المشترك الأصغر هو 8، إذا يجب أن يصبح المقام 8. لا يهمنا الصفر، لأن الصفر مضاعف مشترك لجميع الأعداد، وبالتالي فلا يهمنا. إذا لكي يصبح هذا المقام 8، أضرب 2 في 4. إذا ضربت 2 في 4 ستصبح 8. أيضا البسط أضربه في 4، 4 في 1 4. الآن لكي يصبح هذا المقام 8، أضربه في 2، أضربه في 2، يعني 4 في 2 تصبح 8. أيضا البسط أضربه في 2، 5 في 2 تصبح 10، و19/8 أحتفظ بها كما هي. الآن مجموع ثلاثة أعداد كسرية، مقامها 8، أحتفظ بالمقام لأنه موحد، وأجمع البسوط: 4 زائد 10 14، و14 زائد 19، 14 زائد 19 هي 33. إذن 33/8. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.